السلام عليكم ورحمة الله. طبعا إن شاء الله اليوم راح يكون شرحنا الفلاتر جاهزة تقوي الجودة، وطبعا هذا الجزء الثاني شارح قبل فلاتر، بس الناس رادوا بعد فلاتر ثانية، فجبت لهم فلاتر الادمن يرغبون بيها. يعني اكو هواي فلاتر طبعا، واكو فلاتر انا بنظر جدا حلوة، بس المشكلة الادمن يرفضها مباشرة، ممكن ينطيك رفض ثيم ايرور، يعني يقول لك الفلتر هذا المستخدمة فلتر ما يفيد. فجبت لكم فلاتر يستخدموها المجموعات، سيرفر المجموعات، كونهم هم اكثر شيء ياخذون جواهر، فراح اشرح لكم ان شاء الله بالتفصيل شلون تستخدمون الفلاتر بدون اي مشاكل. طبعا حبيت انوه على فد ملاحظه، انه هذا الاسبوع ما راح يكون اكو تسليم جواهر، راح يتاجل للاسبوع اللي بعده يوم الثلاثاء، ويطوكم دم الجواهر مال اسبوعين بسبب الاحتفال مال السنه القمريه بالصين، فيطوكم يعني حقكم موجود بس يتأجل، يعني راح تاخذون جواهر يوم الثلاثاء مال اسبوعين، فيعني جواهركم موجودة. وهسه ان شاء الله راح نبدي نشرح لكم شلون تسوي الفلاتر بالتفصيل. طبعا راح تطلع لكم الروابط بهذا الشكل. دائما اعيد هاي الملاحظة، لا تدخل على الرابط، انما تدخل على الخيارات، ومن الخيارات تعطي مشاركة، وبعد ما تضغط على كلمة هذه المشاركة تختار لايت موشن. اذا ما ظهر لك اللايت موشن باحد الخيارات، معناها الخلل انه انت ما منزل النسخة المهكرة اللي انا حاطها بالمجموعة، فاطلبها من الاعضاء. المهم بعدها تضغط على اللايت موشن، وبعد ما تضغط عليه راح يقول لك امبورتد بروجكت، معناها انت الان الملف صار باللايت موشن. طبعا بعد ما تفتح اللايت موشن راح تلقى المشروع امامك تدخله. بعد ما تدخله طبعا راح يطلع لك هو بهذا الشكل، عبارة عن ثلاث لاينات، ثلاث طبقات، تدخل الوسائط وتنزل الفيديو اللي انت تريد تخلي الفلتر عليه. اول ما تنزل الفلتر ما راح يشتغل، ايش راح تسوي؟ تلزم الفلتر من الطرف الجهة اليمنى وتنزل للاسفل لحد ما يصير اخر طبقة. بهاي الطريقة انت فعلت الفلتر. طبعا بعد ما ضفته بالاسفل راح يكون يشتغل عندك. طبعا هسه راح اعلمك شلون تسحب الطبقة للاخير. تضغط على الطبقة وبعدها تضغط على هذا السهم، تظل تضغط لحد ما يوصلك للاخير، بعدها تضغط على هاي العلامة، وبهاي بكل هاي سهولة راح ينسحب. بعدها ترجع للاول، تضغط على ثاني طبقة وتروح للاخير، وكذلك تدوس هذه الاداة حتى تمدد الطبقة للاخير، وتروح على ثالث طبقة وكذلك تروح للاخير، وبعدها همينة كذلك تدوس هذه الاداة، وخلصت. الان انت خليت الفلتر على مالتك المشروع. طبعا انا سويت لكم عرض فلاتر بالبداية، وانت راح تختار الفلتر اللي تحبه، بس راح اشرح طبقة ثانية، فلتر ثاني حتى تتوضح الصورة اكثر. ادخل على الفلتر الثاني. بعد ما ادخل عليه طبعا راح تطلع على شكل اربع طبقات. اذكر تضيف الطبقة مالتك، الفيديو مالك، وتمسكه من ادنى اليمين وتنزله لتحت، راح يتفعل عندك الفلتر، وعلمتك شلون تسحب الفلتر للنهاية. طبعا هي هاي الفلاتر يعني كلش حلوة ومرغوبة عند الادمن من يصممون. راح تحملها من مجموعة التليجرام، راح اخلي رابطها بالوصف. طبعا راح تلقاها بالمثبت، ما يحتاج تسأل اي احد من تفوت، تلقاها قبل بالمثبت فوق، تضغط على الشريط الفوق وتاخذ المشاريع، وعلمتك شلون تفتحها. طبعا شارك المشاريع ويا اصدقائك حتى تعمل فائدة. اتمنى يكون استفاديتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.